أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ أين بقية يقولون أنه شيعة عندهم مهديهم غائب في السرداب وينتظرونه في السرداب، ولم يقل أحد من الشيعة ذلك أبدا. حاول أن يستهزئ، كيف أنه في السرداب غاب؟ إذا كانت مشيئة الله، إذا كان تقدير الله أن يغيب الإمام الحجة سلام الله عليه في السرداب، فمن مانع؟ إذا كانت الإرادة الإلهية متعلقة بذلك. إذا تشكل هنا أقول لك في قضية عيسى لما رفعه الله إلى السماء تشك في ذلك؟ في واحد من المسلمين يشك أن عيسى رفعه الله إلى السماء؟ في أحد يشك ما يشك؟ هذا رفعه إلى السماء، ولكن الإمام المهدي سلام الله عليه لم يرفعه الله، هو موجود ولكن غائب. إذا أردت أن تقول أن المهدي بعقيدة الشيعة في السرداب، جئ نص، جئ بنص، نص عن إمامهم، عن أحد علمائهم، جئ به، لا يوجد. إذا منه؟ إذا هذا الفجور والافتراء، هذا واحد. إخوة المشاهدون الكرام، هؤلاء القوم مع عمائمهم الكبار لا يعرفون ماذا في كتبهم، أقولها بكل صراحة، ينكرون أشياء في كتبهم. ولهذا علي الفرادي سمعتموه يقول: من قال هذا الكلام؟ اعطوني نصا من رواية أو من كلام أحد من علمائنا، هذا من الكذب والفجور. أنا أقول لك يا علي الكوراني، هل تتجاهل كلامي؟ هذا كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للمحقق الأربلي، جزء 2 ولا 3، المجلد الثالث، هذا الذي عندي طبعة دار الأضواء. نعم. يقول: أما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه، فعنه جوابان: أحدهما بقى عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه. طيب الله قال: بل رفعه الله إليه، هكذا آية قرآنية. أنا أريد أن يعطوني آية قرآنية أو حديث عندنا نحن، أو حديث متفق عليه بين السنة والشيعة، أو حديث متفق عليه بين الشيعة أنفسهم. يتفقهم أول. طيب، ثم يقول الأربلي، ويقول: فلما دخلت المشهد وزرت الأئمة عليه السلام ونزلت السرداب واستغثت بالله تعالى وبالإمام عليه السلام. ده الرجل زار بقى. أيوة. قضيت بعض الليل في السرداب. في السرداب. تريد علي الكوراني؟ اسمع ماذا يقول علي الكوراني. يقول علي الكوراني العاملي في كتابه معجم أحاديث المهدي: زيارة سادسة يزور بها مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه، إذا زرت العسكريين صلوات الله عليهما فأتي إلى السرداب. هذا كلامك أنت في كتابك معجم أحاديث المهدي المجلد الرابع 493. يعني نفس القرآن القرآن نفسه يقول هذا الكلام في كتاب معجم أحاديث المهدي المجلد الرابع صفحة 493، يقول أن المهدي في السرداب. دي انت خريب. يتهمون باتهامات انه يقولون ان الشيعة يعتقدون ان الامام المهدي امامهم الثاني عشر غاب في السرداب، وهذه اكو فد شيء عند بعض العوام، سرداب الغيبة. خطأ، هذا ماكو عنده سرداب الغيبة. جيب لي انت اي واحد من علمائنا، جيب لي نص، رواية، خبر. المجلس في بحار الانوار يقول في المهدي: شاب مربوع حسن الوجه والشعر، يسير على منكبيه، أقنى الأنف، أجل الجبهة، قيل أنه غاب في السرداب. بحار الأنوار المجلد 15 صفحة 44. شاب مش داخل السرداب وعنده 5 سنين؟ طيب هكذا وصف الغيبة الكبرى. هذا الوصف في كتاب بحار الأنوار. هذه أول مرة أنا أصعد المنبر في الكويت وطريق كربلاء مفتوح.
فروح الكربلة، روح الأمير المؤمنين للنجف زوروا، روح السامرة للإمام الهادي والعسكري، ادخلوا السرداب بسامرة وارفعوا صوتكم يا صاحب الزمان. هاي أيام ظهورة، أيام ظهورة هذه حبيبي. يقولون أن قائمهم أي مهديهم الغائب في السرداب الذي لم يولد بك، والذين يقولون عنه بأنه دخل في سرداب سامراء، وأنا بنفسي ذهبت إليه أي إلى ذلك الغار، كنت أشوف لعله يشوفنا ويخرج، فذهبت والله الذي رأيت ذلك الغار وفم ذلك الغار لا يتجاوز الإصبعين. أنا سألت الكشماني الذي يجلس على غاره ويهد التراب على رؤوس المسلمين أو على رؤوس البلاء والصفحاء الذين يأتون للزيارة في هذا الغائب في هذا السرداب، قلت له من هذه الغارة لا يمكن أن يخرج الفارة، فإمامكم كيف يخرج؟ أشهد الله بأن هذا الرجل، قلت له بهذا الكلام، وأنا قد تعودت على الصراحة، فليكن ماذا يكون، إن وليه الله الذي نزل الكتاب، قلت له بكل المبالات، قلت له من هذه الغارة يخرج إمامكم الذي لا يمكن أن يخرج من الفار، كيف يخرج من إسماعيل باحثة؟ قال يا شيخ اتق الله، لو يخرج لندوسه بالنعال، يخرج ويفسد علينا رسالة، يعني بهذه الكلمة. قال خليه، يعني أخذ ابن عال كده لأنه ما كان هناك أحد، قال خليه يخرج، لو خرج لنضربه بالنعال، يريد أن يخرج ويفسد علينا رسالة. ثم إذن يؤمنون بأن هذه ترهات وخزابلات، لكن يذهبون على أقول الله. يعني لا يوجد حياء لما تقول له عمي لا يوجد شيعي في العالم يقول الإمام غاب في السرداب أو يعيش في السرداب أو يخرج من السرداب. أين بقية الله؟ أين بقية؟ You have to go to a mosque in the small village of Jamkaran, tucked in a corner of Iran. Behind this mosque, there is a well. And according to Ahmadinejad and millions of Shiite Muslims, out of this well will emerge one day their version of an Islamic savior. They call him the Mahdi, or the 12th Imam. Tens of thousands of Muslims visit the sacred well each night. The opening of the well is covered by a green-like metal box to prevent people from jumping in. Most of the time here is spent praying and kissing the metal box. Others scribble prayer requests to the Mahdi on pieces of paper that are then dropped into the well. Many, like this young boy with a flashlight, believe the Mahdi is actually hiding at the bottom of the well, reading those prayer requests. I was looking into the well with my flashlight, hoping to see the Mahdi, but not tonight. محلف برمودا بالأساس هو مركز حربي للإمام المهدي سلام الله عليه. العصر والزمان ليس غائب بمعنى أنه ما نشوف إحنا وما موجود فيما بيننا، والله العظيم الإمام موجود في مساجدنا، في حسينياتنا، في موسم الحج الآن بزيارة الأربعين، تصور الإمام ما يروح لجده الحسين يزور كربلاء. هذه التناقضات العجيبة فيما يتعلق بالمهدي، فمنهم من يقول المهدي هو في السرداب، ومنهم من يقول المهدي ليس في السرداب وإنما هو في كل مكان يتنقل سفير متجول، ومنهم من يقول لا هو في مثلث برمودا. اختلاف الشيعة في مكان المهدي، وهذا يدل على ليس موجود أصلا.